بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة صباحاً وحار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، إنما مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء، وفي كمان النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، وفرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وده هيكون على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي. والطقس ربيعي 100%، فطمنين عن حالة الطقس النهاردة وإيه ممكن الظواهر الجوية اللي احنا ممكن نتعرض لها النهاردة. هو احنا الطقس اليوم طبعا هيكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة أو استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يمكن كمان اليوم هتكون ذروة الارتفاعات، لأن متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، والارتفاع ده بيشمل كافة محافظات الجمهورية. فأجواء فترة النهار هتكون الأجواء ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المحافظات، المناطق الشمالية هتكون حارة، المناطق الجنوبية هتكون شديدة الحرارة، لأن طبعا الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هي كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، هي كتل هوائية جنوبية، ففيها ارتفاع في درجات الحرارة كمان مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. خلال فترات الليل أيضا هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة، الصغرى فترة الليل هتكون 22-23 درجة مئوية، فأجواء فترة الليل هتكون أجواء معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية، وخاصة في فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر. كمان اليوم فترة الصباح الباكر تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 7 صباحا بتبدأ تدريجيا الشبورة المائية في التلاشي، بتبدأ الرؤية معاها تتحسن على أغلب الطرق. بالإضافة كمان إن اليوم متوقع أن يكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مرورا بمطروح والضبع والإسكندرية، لكن هي فرص ضعيفة، الأمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. كمان اليوم هيكون في نشاط للرياح على السواحل الشماليه الغربيه، هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه في مناطق من الصحراء الغربيه مطروح سلوم سيوه، كمان بالاضافه مع نشاط رياح المثير للرمال والاتربه هيكون في اتربه عالقه على بعض المناطق من محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد على مدار اليوم. متوقع ان شاء الله من غدا تبدأ درجات الحرارة تنخفض انخفاض طفيف، لكن هنحس بالانخفاض الفعلي في درجات الحرارة إن شاء الله من يوم السبت القادم، هتبدأ الكتل الهوائية الشمالية بشكل كبير تأثر علينا، منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، فبالتالي هنحس بانخفاض درجات الحرارة فترة النهار وأيضا فترات الليل. النهار هتكون 27 درجة مئوية، بالليل هتكون ما بين 16-15 درجة مئوية، عشان كده احنا بنأكد على كل السادة المشاهدين مش عاوزين ننخدع بالارتفاع في درجات الحرارة ونرتدي الملابس الصيفية دلوقتي. خلينا نأكد ان مفيش مشكلة من فترات النهار مع اي نوعية ملابس، فترات الليل مهم جدا ناخد بالنا من نوعية الملابس، لان لسه هيكون في برودة في الجو خلال فترات الليل، خاصة كمان ان احنا متوقع ان يكون معانا نشاط للرياح خلال الايام القادمة، هيأثر بشكل كبير على احساسنا بدرجات الحرارة ونحس باكثر بانخفاض درجات الحرارة. هيكون في بعض الاتربه والرمال المثاره غدا ان شاء الله الجمعه، فمهم جدا مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه لو احنا هنخرج بكره الجمعه لازم يعني يفضل ارتداء الكمامات. بالاضافه كمان في فرص الامطار هتزيد الجمعه والسبت ان شاء الله على المناطق الساحليه، لكن هي بصفه عامه الاجواء متذبذبه لسه ما بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحراره، فمهم جدا احنا لسه في الربيع فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه، مهم قبل ما نخرج من البيت نعرف الحاله الجويه وايه الظواهر الجويه المختلفه اللي هتاثر علينا نبدا نتكيف مع اي ظروف جويه مختلفه. واحنا بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 34 والصغرى 22، العاصمه الاداريه 34-22، اسكندريه 31-18، العلمين الجديده 28-18، مطروح 28-18، دمياط 30-18، بورسعيد 29-19، الإسماعيلية 33-21.
السويس العظمى فيها 34 والصغرى 22، العريش 28 18، كاترين 27 12، طابة 32 22، حلايب 30 20، شلاتين 32 20، شرم الشيخ 35 23، الغردقة 35 23. هنروح للفيوم العظمى فيها 34 والصغرى 21، بني سويف 34 21، الوادي الجديد 36 21، أسيوط 35 19، سوهاج 36 20، قنا 36 20، الأقصر 37 21، وأخيرا أسوان 38 22. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان دي توصيات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لأحمد نكمل معاه باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، والشكر موصول طبعا لدكتورة منار غانم كمان.